إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه ودينه حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وخير ما ننهن منه لمعرفة طريق الاستقامة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير ما ننهن به لنعرف طريق الاستقامة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بها مما يعين على الثبات على هذا الدين والممات عليه وسيدور حديثنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الخطبة حول حديث من السنة لعلنا نستقي منه الفوائد ويكون عونا لنا في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم روى الإمام الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ثلاث عبارات موجزة في وصية جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل لصحابي عزيز على النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي حبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلا بد أن تكون هذه الوصايا جامعة لابد أن تكون هذه الوصايا جامعة عظيمة لماذا؟ لأنها اشتملت على حق الله وحق العباد اشتملت هذه الوصايا على حق الله سبحانه وتعالى وحق العباد وهذه الوصية أيها الإخوة لم تكن لفاسق ولم تكن لعاص ولم تكن لمعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى ولم تكن لإنسان ولغ في المحرمات ولا لإنسان تمرد على الدين بل لقد كانت هذه الوصايا لعالم جليل لعالم جليل فقيه تقي عابد إنه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه
فلماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت؟ لماذا؟ وهو صاحب خلق، معاذ بن جبل صحابي جليل عالم فقيه عابد تقي، فلماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وهو صاحب دين؟ لأن العبد لا يخلو من تقصير في حق الله سبحانه وتعالى، فالعبد مهما وصل فلا يخلو من تقصير في حق الله سبحانه وتعالى أو تقصير في حق عباده، ولا يخلو أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، وطبيعة البشر تقتضي الخطأ، هكذا هو هذا هو البشر، البشر طبيعته تقتضي الخطأ، لكن خير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، يعني في سرك وفي علانيتك، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. اتق الله حيثما كنت، في أهلك، في بيتك، مع أولادك، مع زوجتك، وكذلك مع الناس. اتق الله حيثما كنت، داخل البيت وخارجه. اتق الله حيثما كنت، في كل مكان، في كل مكان حيثما كنت. لأن البعض منا قد يتقي الله سبحانه وتعالى في المسجد ولا يتقيه خارج المسجد. كثير من الناس تجده في المسجد متقيا لله سبحانه وتعالى، وحينما يخرج من المسجد تجده إنسانا آخر. كثير من الناس لا يتقي الله كما قلنا خارج المسجد، وبعضنا ينسى التقوى في البيت، في بيته ينسى تقوى الله عز وجل، وبعضنا ينسى التقوى في السوق، وينسى التقوى في مكتبه، وينسى التقوى على شاطئ البحر، وينسى التقوى في الأسفار، وهكذا. فلذلك كانت هذه الوصية وصية عظيمة بتقوى الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت، في أي مكان كنت، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على سرك وعلانيتك، الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى مطلع عليك على سرك وعلانيتك، لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لأنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، لأنه سبحانه وتعالى بصير بما تعملون. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. إذا ما خلوت الدهر يوما، إذا كنت وحدك في مكان ما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، لأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، مطلع عليك ويراك، يرى سرك وعلانيتك، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، الله سبحانه وتعالى يغفل، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فلما كان العبد مأمورا بالتقوى، تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط، لا بد أن يقع تفريط من الإنسان، أمره عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة. إذا وقع في زلة، وقع في معصية، وقع في سيئة، فهناك ما يمحو هذه السيئة، وهو أن يتبعها بالحسنة. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقد وصف الله جل وعلا المتقين بمثل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، في قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فوصف الله جل وعلا المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق وكظم الغيظ والعفو، ثم وصفهم بأنهم إذا فعلوا فاحشة
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على هذه الفاحشة، لم يصروا على هذه المعصية، فدل هذا على أن المتقين قد يقع منهم أحياناً ذنوب. حتى لو كنت متقي فقد تقع منك ذنوب، قد يقع منهم أحياناً ذنوب، لكنهم لا يصرون عليها، لا يصرون على هذه الذنوب، بل يذكرون الله جل وعلا عقب وقوعها فيستغفرونه سبحانه وتعالى ويتوبون إليه منها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون. فلنكثر أيها الأحبة، فلنكثر من الحسنات لأنها تذهب السيئات. قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من توضأ، هذه الحسنات التي تمحو السيئات، من توضأ فأحسن وضوءه وأتقن وضوءه خرجت خطاياه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت خطاياه من، يعني من جسده، من كل الجسد، حتى تخرج من تحت الأظفار، حتى تخرج من تحت الأظفار. قال مالك بن دينار: البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس. البكاء على الخطيئة، الندم والتوبة على الخطيئة، تحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. استغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس، أي عاملهم بمعاملة حسنة، خالق الناس بخلق حسن بالقول والفعل. وهذا من خصال التقوى، وهذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به. لأن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، وهذا غلط. كثير من الناس يظن بأن التقوى هي أن يقوم بحقوق الله سبحانه وتعالى دون حقوق العباد، فيضيع حقوق العباد ويسيء المعاملة مع الخلق، وهذا غلط. بل ينبغي الاعتناء بتصحيح العلاقة مع الله وتصحيح العلاقة مع الناس، تصحيح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وتصحيح العلاقة مع الناس، حتى تتم السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبيناً الربط بين الإيمان وحسن التعامل مع الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. إذا أردت أن يكون إيمانك كاملاً متكاملاً، فعليك أن تكون حسن الأخلاق مع الناس. أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. هذا الحسن للخلق الذي نفتقده في كثير، أو نفتقده كثيراً، وهذا السوء في المعاملة المنتشر بين الناس. سوء المعاملة منتشر بين الزوج وزوجته، وبين الأب وابنه، وبين الابن وأبيه، وبين البنت وأمها، وبين الموظف والرئيس، وبين صاحب الشركة والعمال، وهكذا. هكذا تعم قضية سوء الخلق والمعاملة المجتمع بأسره، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. حتى لربما تجد بعض المصلين في بيوت الله سبحانه وتعالى، تجد منهم شراسة، يرفض أن يقترب من أخيه لكي يسد فرجة في الصف، شراسة وعنفا حتى في بيوت الله عز وجل، ومعاملة سيئة.
صلى الله السلامة والعافية. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فقد حسن الخلق يوصلك إلى درجة الصائم النهار القائم الليل. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فما أحوجنا أيها الإخوة، ما أحوجنا للعمل بهذا الأمر الرباني وتطبيقه في واقعنا، حيث كثر الجهل وكثر السفه وكثرت الإساءة. فما أحوجنا إلى التربية الخلقية التي أسسها القرآن في كثير من الآيات، ومن ذلك قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين، اجعل رايتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك، اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم ثبتهم وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم وحد كلمتهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا معهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.